هل هو استغلال وإقحام للأبناء يا نادين، أم هي هكذا حياة المشاهير أو المشاهير تأخذ طبعا طابعا مختلفا بسبب نجوميتهم وأعداد متابعهم في الكويت؟ يعني ممكن يكون سلاح ذو حدين يعني في بعض الأحيان. صح. في الكويت يا نادين أثير الجدل مجددا على الممثلة إلهام الفضالة التي تواجه اتهامات بالتخلي عن بناتها، وقررت نشر مقطع فيديو لابنتها لتكشف كيف رحبت بزواجها الأخير من الفنان شهاب جوهر. فضالة فضلت نشر هذا الفيديو ردا على بنتها نور التميمي بعد مقطع فيديو نشرته الأخيرة طالبت فيه والدها بالزواج. تفاصيل كثيرة على كل حال أوردتها الفضالة في فيديو آخر لتواجه به انتقادات أخرى بأنها حاولت تبرير فشلها في احتواء بناتها ونشر تفاصيل كان لا داعي لها. يوم صار عيد ميلادها 12 سنة قلت لها خلاص نور ميديا ماكو، توك توك ينشال، سوالف رقص ما رقص ما في، حفر ما في، الشورت ما في، خلاص يا ماما كبرنا صرنا حريم مرحلتنا الحين مرحلة تغيير قمنا كبرنا بمعنى الأمهات فاهمين. صار عندي قيود على البنت، حقي كل راعي مسؤول عن رعيته، حقي كأم أني أنا أشد على البنية، هذه بنية تكسر لها ضلع ينبت لها 10 مكانة. أما النور عشان منعتها من هذه الأمور كلها ولقت الطرف الثاني وموفر لها هذه الأمور، المدرسة الخاصة والخلط والتيك توك والركس والحفر كثيراً ما يتهم المشاهير باستغلال أبنائهم لتحقيق شهرة أوسع أو لأغراض انتقامية أو قضائية. فضمن الحرب الحضانة بينهما اتهم براد بيت زوجته السابقة أنجلينا جولي باستغلال أطفالهما للدعاية لنفسها ولفيلمها الجديد إترنالز الذي تقدمه مع مارفل. وأيضاً الاتهامات التي وجهت لليوتيوبر المصري أحمد حسني وزوجته زينب بتعريض حياة طفلتهما للخطر، وذلك بسبب ترهيب الطفلة بقيام الأم بدهن وجهها بصبغة سوداء ثم إخافة الطفلة في أحد الفيديوهات وذلك للحصول على مشاهدات أعلى. كذلك القضية الشهيرة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة التي ظهرت للعلن بخلاف كبير حول نسب التوأم ليحكم القضاء في النهاية لصالح زينة. سألنا الكويتيين عن رأيهم بالجدل المستمر حول الجدل الذي أثرته الفنانة إلهام الفضالة وزوجها السابق وأطفالهم على السوشيال ميديا. نتابع. ما له داعي، مفروض ان اشياء نفس هذه تبقى نفس ما قلت لك بالبيت وما تنعرض وما تطلع بوسائل التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا. اكبر خطا، هذا اكبر خطا، حيل خطا، لانه قاعد يضر الاطفال ترى اللي قدام قاعد وايد يضرهم، فشيء مو حلو لهم بالنسبه لهم كمنظرهم حتى بالمجال التعليم بالمدارس مرات يتنمرون عليهم، فشيء وايد غلط عليهم. لا أنا مو مع الفنانين اللي يطلع برا إن نحبه بالشاشة ويعطينا رأى حلو، الآراء الحلوة والتمثيل الزين، أما مشاكلهم برا يكرهنا بتمثيله يكرهنا بهذا بشغله، عرفت؟ هذا المقصد. أما مشاكل الأطفال وهذيلا مع الكبار لا، ما أيد هالشيء، هذا لازم يصير سكرت حق كل شيء، الأب والأم ما يعطون شو اسمه الأوضاع طيبة إن شاء الله. على كل المزيد انضم إلينا من الخبر دكتور إبراهيم محمد بو 50 استشاري طب نفسي واجتماعي. دكتور يسعد صباحك، أهلا بك معنا في صباح العربية. يعني بالحديث عن استغلال الأطفال في السوشيال ميديا من قبل المشاهير، شهدنا قضية عالمية رفعها الممثل الهوليوودي براد بيت ضد أنجلينا جولي اتهمها باستغلال الأطفال لكسب تعاطف الجمهور، هل يعتبر ذلك بالفعل استغلالا للأطفال؟ طبعا يعتبر استغلال للأطفال. أول شيء صباح الخير. صباح الخير. وشكرا على الاستضافة. طبعا بالتأكيد أنه أنت تدخل الأطفال في مشكلة بين الأم والأب لأنه بينهم صراع، هذا بالتأكيد يعتبر استغلال للأطفال بدون شك يعني. طب دكتور إبراهيم خلينا نحكي إذا كان في جانب إيجابي، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في منها ربح، مثلا صار صرنا نحكي عن بزنس وبالسنوات المقبلة مواقع التواصل راح تكون هي المستقبل ويطلع منها مصاري، قديه ممكن إذا شخص حابب مثلا يأمن مستقبل أولاده من البداية يقحمهم في مجال السوشيال ميديا وخصوصا أولاد المشاهير، هل هذا سلاح ذو حدين بهذه المسألة ولا كيف؟
طبعا في البداية يعني السؤال اللي دائما يطرح، لماذا أبناء المشاهير يقحمون أبنائهم؟ لماذا يعني دائما يستغلون أبنائهم؟ الحقيقة أنه الصراع يحدث بين أي طرفين، أنه بالانفصال أو بالطلاق سيؤدي إلى نوع من الصراع اللي قد يستغل فيه الأطفال، وهذا أمر شائع يعني يحدث للجميع، يحدث لأي أحد، لأي مهنة، يعني أي زوجين قد يفترقان بالطلاق بالانفصال بأي طريقة، في هذه الحالة يحدث الصراع. هنا في الصراع يستخدمون أحيانا يعني أساليب، ويستخدمون الأطفال كأدوات. الأمر ليس يعني مرتبط فقط بالمشاهير، الأمر على الجميع. لماذا المشاهير فقط نعرف عنهم؟ لأن احنا نعرف أخبار المشاهير، لأن احنا نتكلم عن المشاهير، لأن المشاهير دائما هم اللي موجودين في الـ في الـ في السوشيال ميديا، وقبل كذا كانوا في المجلات والجرائد، وقبلها كانوا حتى في المجتمع قبل ما يكون في إعلام وجرائد ومجلات. المهمين في المجتمع الناس تتكلم عنهم وتنشر الإشاعات. طب سؤال دكتور، يعني استغلال الطفل سواء لجهة كسب تعاطف الجمهور أو استغلاله لمجرد الشهرة يعتبر في قانون نظام حماية الطفل يوصف بأنه إيذاء، هل في حال خلافات العائلة يمكن رفع شكوى من أحد الوالدين بهذا الخصوص؟ بكل شك، وهنا المشكلة الكبيرة إنه هو صراع بين طرفين. الطفل فيه طفل بريء، ما له علاقة في هذا الصراع، يقحمون في هذا الصراع بكل الطرق. طبعا الطفل دائما يعتبر يعني نقي، حديث صادق، مؤثر، يعني يجلب تعاطف أكثر، فلذلك يعني أحيانا ممكن إنه يلقن كلام ويستخدم لهذا الشيء. بالتأكيد هنا في الحالة هذه أنت قاعد تأذي الطفل، أنت قاعد تستخدم الطفل، أنت قاعد تأذي مشاعر الطفل. سريعا، هل من الأساس يجب عدم إقحام الأطفال في عالم السوشيال ميديا ونترك لهم حرية الاختيار حين يكبروا ويصلوا إلى سن البلوغ أم ماذا؟ بالتأكيد بيكون بشكل كبير أفضل. أنت قاعد تغير طريقة التفكير أصلا، ما تخلي الطفل يفكر بالطريقة التلقائية أو الشكل اللي هو يحبه، قاعد يوجه، يلقن، يوجه، يعني حتى يأثر على ثقته في نفسه وفي شخصيته وكذا. يعني مش دائما قاعدة تتم الأمور بالطريقة الصحيحة، أحيانا استغلال فقط لأنه الطفلة جميلة أو لأن الطفل حديثة جميل أو كذا، مش دائما أنت قاعد تستغل مواهبه بالطريقة الصحيحة. نحن نشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم محمد بو50، استشاري طب نفسي واجتماعي، شكرا جزيلا لك.